وده اول فوز لمنتخب مصر على البرازيل في جميع المنتخبات، سواء على منتخب الشباب، منتخب اولمبي، منتخب اول. فبنبارك للكابتن شوقي غريب على هذا، هنقول انجاز على مستوى الارقام، ان منتخب مصر يفوز على منتخب البرازيل لاول مره على المستويات، اذا كان مباراه دوليه او ودية أو رسمية. فبنقول للكابتن شوقي غريب وجهازه، كابتن معتمد جمال وكل اللي موجودين، وائل شيتوس والدكتور علاء عبد العزيز، كل المسؤولين على المنتخب الاولمبي، بنقول لكم سبورت ليكم، انتوا بتعملوا حاجه جميله لمصر، وان شاء الله منتظرين ميداليه اولمبيه باذن الله.